والآن ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور علي بشير نائب رئيس لجنة نقابة الأطباء. دكتور علي أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. الوضع الصحي في الخرطوم الآن كيف هو الوضع هذا؟ أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. الرحمة والمغفرة لضحايا هذا الاقتتال العبثي والشفاء العاجل للجرحى. حقيقة الوضع هو وضع مأساوي جدا. أفطر المواطنون في الخرطوم على أصوات أزيز الطائرات ودوية المدافع وضخاب الرصاص. حقيقة يعني الآن وضع مأساوي. هل من تحديث لأعداد القتلى والجرحى في هذه المواجهات؟ للأسف الشديد حتى الأرقام التي يتم رفضها هي لا تمثل 50% من العدد الحقيقي، لأن هنالك إشكالية في إجلاء الجرحى والمصابين والقتلى من الشوارع. هنالك روائح منبعثة، روائح سيئة منبعثة لبعض الجثث في بعض الأسواق السودانية نتيجة الاشتباك الأول الذي كان مفاجئا يعني للجميع. كما أن هنالك عدد من المستشفيات الآن هي أصبحت خارجة عن الخدمة، وبعضها تعرض لقصف عشوائي غير موجه. كمثال، كم عدد هذه المستشفيات التي توقفت عن العمل؟ الآن في داخل ولاية الخرطوم مستشفى يعني عددها 6 مستشفيات، وفي أبو ظبيط عدد 2 مستشفى، ومستشفى بروي الآن خارج منهم خارج عن الخدمة. 6 مستشفيات في الخرطوم و3 في الأبيض. حتى المستشفيات التي الآن تقدم الخدمة الآن يعني وصلت تلقى السعة الاستيعابية الكاملة من المرضى والجرحى، وهنالك شح في الأدوية والعقارات الطبية والمحاليل وأكياس الدم، وشح في الكوادر الصحية وإرهاق للكوادر التي كانت موجودة، لأن هنالك عدد من الكوادر لم يستطيعوا الوصول إلى المستشفيات بسبب عدم تأمين ممرات آمنة. رغم الاتفاق الذي تم الإعلان عنه لمدة 3 ساعات بين الطرفين المتقاتلين، إلا أنه لم يكن هنالك طريق واضح ومحدد لعملية الإجلاء للجرحى وللمصابين ولتأمين وصول الكوادر الطبية. فقدنا عدد 4 شهيد من الكوادر الطبية. نعم دكتور علي. نعم أسمعك. أسمعك، قلت أنكم فقدتم كوادر طبية كذلك في هذه المواجهات والاشتباكات. نعم، عدد 4 شهيد من الكوادر الطبية. نترحم عليهم وندعو لآلهم بالصبر والصلوات. رحمة لهم ونتمنى السلامة لكم جميعا. تحدثت عن فترة هذه الفترة الهدنة التي أعلنت أمس والتي أعلنت اليوم كذلك، وقلت إنها لم تساهم في إجلاء الجثث من الشوارع والأسواق ولا من إيصال المصابين للمستشفيات. لماذا؟ هل كانت هناك أي خروق لحالة الهدنة صعبت المهمة؟ الآن الطرفين أصلا لم ينتظموا بهذه الهدنة، كما أن هنالك لم تكن هنالك خطة واضحة ولم يتم تحديد مسارات واضحة لمرور المدنيين من الجرحى أو المصابين أو القتلى أو الكوادر الطبية. نعم، كذلك في مسألة الأرقام قلت بأنه من الصعب جدا الوصول إلى رقم دقيق حول عدد القتلى والجرحى، ولكن على الأقل الأرقام المتوفرة لديكم الآن. الآن في هذا اليوم يوجد عدد 10 من القتلى. أقصد العدد الإجمالي إلى غاية الآن. إلى غاية الآن هو 105 من المدنيين ثم هم يعني الذين المسجلين في المقيدين لدى دوائر الإحصاء.
لم نسمع جيدا الرقم، كنت تتحدث عن 105 صحيح؟ 105 قتيل، و ما يقارب ال 560 جريحا. 105 من القتلى و600 لا يشمل القوات الأمنية، ولا يشمل الذين لم نستطع الوصول إليهم، يعني لم نستطع إجلاءهم. شكرا جزيلا لك إذا على كل هذه المعلومات وعلى توضيح الوضع الصحي الآن في الخرطوم. ولكن قبل أن أختم حديثي معك دكتور علي، فقط أتأكد من عدد الجرحى، نتحدث عن 500 أم 650؟ وعدد يتراوح ما بين هذا وذاك، ما بين 500 أو 650. نعم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الخرطوم الدكتور علي بشير نائب رئيس لجنة نقابة الأطباء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.